أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري السابق مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي في مباراة الرجاء المغربي من الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وحسم الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبيا أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب، مستفيدا بفوز الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-0. وقال ناجي في تصريح عبر القناة الفضائية نور سبور أن الأهلي فريق كبير واللاعبين نفذوا مطلوب منهم، مع فريق الرجاء لم يخلق أي فرصة في مباراة اليوم عكس مباراة القاهرة بفضل الدفاع المتميز للأهلي. وأضاف أن الشناوي كان نجم اللقاء الأول أمام الرجاء اليوم، قدم مباراة مميزة وقرارات كانت صحيحة، لذلك هو رقم واحد. تابع ناجي أن الشناوي له دور كبير مع الأهلي ليس فقط في مباراة الرجاء ولكن طوال مسيرته، واليوم يستحق علامة كاملة مع زملائه.